السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا مشاهدين ومتابعين كويت سبورت في حلقة جديدة من برنامج هيلثي لايف. من خلال هذا البرنامج نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى نتكلم وياكم فيها عن مواضيع، نعطيكم معلومات تفيدكم في حياتكم اليومية، حياتكم الرياضية، وأيضا في بناء حياة صحية. وعندنا بالفقرة الثانية نجهز لكم العديد من التمارين المختلفة والمتنوعة واللي تقدرون تمارسونها بأي وقت يناسبكم وبأي مكان يناسبكم، سواء بالنادي أو بالبيت. اليوم راح نتكلم وياكم عن موضوع شلون أنا أقلل من الحمل أثناء التمرين لكن أنا ما راح أفقد شدة التمرين. يعني شنو؟ يعني شلون أنا أقدر أقلل من الأوزان بدون لا تقل شدة التمرين عندي؟ شنو الأساليب اللي ممكن أسويها؟ وليش هذا شيء مهم حق الإنسان الرياضي؟ أول شيء خلينا نتكلم عن الجدول التدريبي حق الإنسان الرياضي المحترف. الناس اللي تدش في تمارين شدتها جدا عالية والحمل والأوزان في هذا التمرين تكون شدته أو يكون الحمل جدا عالي. الرياضي إذا دش في هذه المرحلة لفترة طويلة راح يحوش مجهود عالي على الجهاز العصبي، وأيضا راح يحوش مجهود عالي على المفاصل، وهذا ينتج عنه إنه راح ممكن يحوش آلام كثيرة بالمفاصل. وأيضا المجهود العالي دائما يكون على الجهاز العصبي راح يدخلك في خلينا نقول الأوفر تريننج، وهذا الموضوع راح يقلل من أدائك الرياضي وراح تدش في خلينا نقول موضوع الإفراط في التمرين. هني راح يقل أدائك الرياضي، هني لازم أنا أدش في مرحلة خلينا نقول الديلود ويك أو تقليل الحمل أثناء التمرين، وهذه المرحلة اللي عشان من خلالها ندش في مرحلة التعافي بعدين نرجع حق أدائنا الرياضي بشكل أفضل. لما كل مرة أنا أدش في تمارين أوزانها عالية، لما يكون في لود على الجهاز العصبي عندي أنا راح أدش هني في مشكلة مع الوقت، فأنا أقدر أسوي ترك أو أنا أقدر ألعب بطريقة ثانية بحيث أن أنا أحافظ على نفس الشدة لكن الحمل اللي أنا قاعد أدش فيه يكون حمل أقل، بالتالي راح يكون راح أقلل من الضغط على المفاصل. هذا رقم واحد. الشيء الثاني راح أقلل من الضغط على الجهاز العصبي، راح أريح شوية الجهاز العصبي من الحمل الثقيل، لكن التوتر والتنشن اللي يصير على العضلة راح أحافظ عليه، بحيث أن أنا راح أحافظ على التلف العضلي دائماً على العضلة، بحيث أن أنا من بعد التمرين أوصل حق أعلى نتيجة أو أحسن هدف أقدر أوصل له من خلال التلف العضلي، من خلال ضخامة الزيادة أو زيادة في الضخامة العضلية. إنزين، شلون أنا أقدر أسوي هذه الطريقة أو شنو الطريقة اللي أقدر أتبعها؟ عندي طريقتين اللي هم تكلمنا عنهم من قبل، اللي هو التمرين الأيزومتريك وأيضاً تمرين الإيسنتريك. إذا أنا بدش في تمرين هالتمرين يخلي تنشن عالي على العضلة، فأنا أقدر أقلل من الوزن اللي أنا قاعد أشيله عادة، أقلل من حجم اللود من الأوزان اللي أنا قاعد أشيلها، بدل أنا أشيل 80 و90% أنا أقلل إلى 65%، لكن تأديتي للتمرين أو للتكرار في كل مجموعة راح تكون عن طريق الإيسنتريك، اللي هو أنا أنزل بالوزن بشكل وايد بطيء بتكرارات بثواني معينة، بحيث أن أنا أحط دائماً لود وايد كبير على العضلة، لكن الوزن اللي أنا قاعد أشيله وزن وايد أخف على جهازي العصبي، وأيضاً وزن وايد أخف على المفاصل أثناء نزولي وصعودي، أثناء الانقباض وأثناء الانبساط. تكلمنا من قبل عن تمارين الإيسنتريك اللي هي خلينا نقول هم يسمونها تمارين نيجاتيف، اللي أنا أستفيد من الوزن أثناء نزولي من ناحية الانبساط. إذا أنا حين شلت الوزن اللي فوق أنا قاعد أنزل، فلما أنا أنزل أستفيد من النزول هذا، بيسمونه بالنيجاتيف أو بالإيسنتريك، بحيث أن أنا أنزل بعدات أو ثواني معينة، بحيث أن أنا أقلل من سرعة حركتي عشان أخلي لود كبير على العضلة، وهذا ينتج عليه اللي هو التنشن وأيضاً التلف العضلي، بدون لا أنا أحتاج أن أنا أشيل وزن وايد عالي. نفس الشيء ينطبق على تمرين الآيزومتريك. إذا أنا وصلت إلى مرحلة ثبات بالتمرين، اللي هو خلينا نقول إذا أنا قاعد أسوي تمرين سكوات، إذا أنا قاعد نزلت في مرحلة القرفصة أو السكوات، أنا أثبت بهذه الطريقة إلى ثواني معينة، بحيث أنه راح يكون تنشن وايد عالي على العضلة، لكن الوزن اللي قاعد أشيله مو وايد عالي، فما قاعد يأثر علي من ناحية المفاصل، وما قاعد يأثر علي من ناحية جهازي العصبي، لكن بنفس الوقت أنا قاعد أسوي موازنة، بحيث أن أنا الوزن قاعد يصير عندي أخف، لكن شدة التمرين تكون عندي عالية،
وتقدر تطبق هذا الموضوع من أسبوع إلى أسبوعين بحيث أنك أنت تريح جهازك العصبي وأيضاً تريح مفاصلك من التمارين اللي تكون أوزانها جداً عالية. بنفس الوقت أنت قاعد تطور من أدائك الرياضي وأيضاً قاعد تطور من مجهودك العضلي من خلال هذه النوعية من التمارين. راح يختلف عندك حتى الألياف العضلية تشتغل في هذا التمرين، وأنت راح تستمر تطور من خلال ممارسة هذه التمارين، راح تطور من أدائك الرياضي بدون لا تفقد أي شيء من مجهودك البدني. وصلنا وياكم مشاهدينا إلى فقرتنا الرياضية. فقرتنا الرياضية اليوم راح نشتغل على عضلات الجزء العلوي أو الأبر بادي. يفضل تمرينك اليوم تسويه بالنادي عشان تكون عندك الأجهزة متوفرة. راح استخدم الدامبل أوزان مختلفة، راح استخدم البنش، وأيضا راح نستخدم البار لأنه راح نسوي تمرين بول أب. أول شيء التمرين عبارة عن 4 جولات، أخلص كل التمارين بعدها أريح دقيقتين أرد أعيد مرة ثانية لين أخلص جولاتي بالكامل. اول تمرين راح نسوي تشين اب او بول اب. اذا كان البول اب وايد صعب علي امسك البار بالطريقه هذه واسحب نفسي لفوق، اذا كان سهل امسك البار بالطريقه هذه واسحب نفسي لفوق. التكرارات تعتمد على حسب كل لاعب، راح نسوي من 5 ل10 تكرارات على حسب شنو المستوى اللي انت واصل له حاليا. راح اسوي 5 تكرارات. اخلص من البول اب بعدها راح ادش تمريني الثاني، راح نقعد بالبنش راح نشتغل على تمرين الصدر. راح اسوي كلوز جريب، ايدي بالطريقه هذه ادز لي فوق وانزل تحت. راح اشتغل 12 تكرار احاول اثبت شويه فوق مستوى صدري وانزل. نخلص 12 بعدها ننتقل حق التمرين اللي وراه، راح اسوي ارنولد برس. استخدم البنش عشان اقعد، اكون قاعد بالطريقه هذه بوضعيه الجلوس، ارفع الدامبلين اخلي ايدي مقابل الوي ارفع وافتح لفوق، ألف الدامبل دوران خارجي وأصعد لفوق وأنزل. راح أسوي 12 تكرار. أخلص بعدها راح أشتغل على تمرين الظهر، راح أسوي بنت أوفر أنزل بالطريقة هذه وأسحب الدامبلين مع بعض، أسوي 12 تكرار. خلصنا. الحين عندي تمرين سوبر على طول بدون لا أريح بينهم، راح أسوي 12 دامبل بايسبس كيرز دوران خارجي لبرا وأنا صاعد لفوق، بعدها على طول ادش تمرين الدبس حق الترايسبس نفس الشيء 12 تكرار. اخلص كذي، هذه تكون خالص اول جوله. تريح دقيقتين ترد تعيد لين تخلص ال4 جولات اللي عندك. طبعا تقدر بكل جوله انك تزيد الاوزان اللي قاعد تشيلها عشان تصعد بالاوزان لين تخلص الجوله الرابعه. وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم،
نشوفكم إن شاء الله بحلقات جديدة بتمارين جديدة. مع السلامة.